ليس كل من يصاحبك يستحق الارتقاء لمكانة الصديق، فالصديق هو المرآة التي ترى فيها نفسك من مميزات وعيوب، تجده معك دائما في السراء والضراء. إذا اختل توازنك يوما ما بالحياة تجده بجوارك ينصحك، وإذا زلت قدماك يوما ما أعاد لك رشدك واتزانك، وإذا سقطت في يوم من الأيام رفعك بكلا يديه. الصديق هو الذي لا يتغير بعد غياب، هو الذي يقدم حبه بدون شروط وبدون أسباب، راض عنك دائما. صديقك الذي يحتاجه عقلك وقلبك، وعندما يغيب تشعر أنك بدونه بلا عنوان. شكر للأصدقاء الذين يلمسون نبرة الوجع من أصواتنا وصمتنا، فلا يناقشوننا ولا يضغطون علينا، وإنما يحاولون جهدا لإسعادنا، فهم واثقين أنه عندما يحين الوقت سيكونون أول المستمعين. فالصداقة هي وعد غير مكتوب بالالتزام والاحترام والوفاء والحب، هي الشعور بالتواجد معك دائما حتى وإن بعدت المسافات. فالصداقة لا موقف ولا كلام يغيرها، بل هي أرقى العلاقات وأصدقها، بل وأدومها في الحياة. هي المحبة والتضحية، هي روح واحدة في جسدين. فإذا وجدت صديق هكذا فامسك به جيدا، فلن تعوده الحياة لك مرة أخرى، وإلا فسلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صادق الوعد منصفا ومخلصا. ولذلك أقول لأحدهم: دمت لي شيئا جميلا في الحياة لا ينتهي أبدا.